تشهد صناعة وتصميم المجوهرات تطورا وتقدما يوما بعد يوم، وازداد ازدهارها بتدخل التكنولوجيا الرقمية في تصميمها، خاصة منها الطباعة الثلاثية الأبعاد. ولتسخير هذه التقنية في تطوير المنتوج الوطني وتسويقه مع الحفاظ على خصائصه التراثية، افتتحت جمعية صوت الصاغة بطنجة مركزا خاصا بتكوين الحرفيين الشباب لمدة 4 أشهر في هذه المهنة، ولتمكينهم من ابتكار وتصميم مجوهرات أكثر دقة وجمالا. من أجل الحفاظ على الموروث الثقافي وديال مدينة طنجة وديال الصعيد الوطني، كان ضروري أننا نمشيو للتصميم ديال المجوهرات بالتقنيات الجديدة ديال ثلاثية الأبعاد، اللي هي كتعتبر هي العصرانة في السادة وهي لا توندونس. لهذا ارتئينا أننا نكون واحد العدد من المتدربين في مدينة طنجة، اللي يكونوا إن شاء الله هما اللي يقدروا يكونوا في المستقبل يقدروا أنهم يكونوا مكونين آخرين. هذه الحرفة اللي أصبحت تكوين فيها من الجيل الجديد، بمعنى أنها أصبحت تعتمد على الرقمنة، تعتمد على آلة الحاسوب، يعني المنتوج ديالها بالإمكان ديالو أن يضاهي منتوج الدول الرائدة في هذا المجال. في هذه الورشة يتعلم هؤلاء الشباب أبجدية التصميم وابتكار نماذج فريدة حصرية بهم، ونقل إبداعاتهم من الحاسوب إلى نماذج حقيقية في وقت قياسي. هاد الدورة اللي دازت تمت على 3 مراحل، اللي هي مرحلة ابتدائية، مرحلة متوسطة، ومرحلة احترافية. في المرحلة الاحترافية حاولنا ما أمكن نوصلوا مع المتدربين أنهم ينتجوا موديلات اللي كتنافس الموديلات الحالية في السوق، بحيث أننا نشاركوهم في التنافسية اللي كاينة في السوق، بحيث أنهم يلقوا فرص الشغل ديالهم في أسرع مدة. الطباعة بالتقنية الثلاثية الأبعاد أحدثت ثورة وتقدما ملحوظا في عالم تصميم المجوهرات، وتعميم تعليمها للصاغة والحرفيين على المستوى الوطني قد تحدث نقلة نوعية في هذه المهنة التي تشكل إحدى العناصر المشعة بفسيفساء الصناعة التقليدية بالمغرب.